اليوم سأقوم بشرح كيفية تقوية إشارة الواي فاي عن طريق تجميع إشارة الواي فاي باستخدام حائط صد معدني يتم تركيبه في ألفا، سواء كانت يتم تركيبه في أنتنة، سواء كانت في راوتر أو أكسس أو كارت ألفا. نتجه إلى الشرح. نقوم بإحضار زجاجة كنز وقصها بهذه الطريقة. نقوم بقصها، الطرف الأسفل يقوم بالقص وبطرق الطرف العلوي ثم بتركيب الطرف بتركيبها في وبذلك نقوم قد قمنا بتجميع إشارة الواي فاي في هذا الاتجاه. وإذا أردنا أن نغير اتجاه الإشارة نقوم بتحريك هذا الجزء المعدني. وبذلك تكون خلصت حلقتنا اليوم. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا علينا بالضغط على زر سبسكرايب وبالضغط على شير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.